تلك السنة بيفتح معرض الكتاب قلبه للحرف، مثل كل سنة بيزهر الحبر وصفحة من بعد صفحة بيفوح طعم الورق، وصغار خلف كبار بيوقفوا بالصف مثل السطر من ورا منه سطر لحدود الغلاف. لولا هالكم معرض وكم متحف وكم مسرح كنا انحرفنا صوب الجفاف. وبيروت اللي كان اسمها أم الشرائع ومدينة الفقهاء، بيروت اللي فتحت أبوابها لمدرسة الحقوق الرومانية سنة 222 بعد الميلاد، معرضة اليوم لزلزال تاني بيشبه الجوع ومثل الفقر صايرة. معرض الكتاب واحة أمل. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. هذا رأيي، فكر فيه.